كلمنا امبارح وبنتكلم النهارده في هذا الاطار ان يوم الاحد باذن الله هيكون في انطلاق قناه الوثائقيه وفي قصص آن لها ان تحكى، وده الاصدار الحديث والوليد للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في هذا الاطار. والحقيقه الوثائقيه ده جرنان الدستور بكره، والمتحدة تطلق القناة الأهم لتوثيق ذاكرة مصر والأمة والبداية بحوار حصري عالمي مع أمير حدود داعش. أنا كنت قلت لحضراتكم أنه الوثائقية هتكون حامية وتكون مدافعة عن أمنك الثقافي، أمنك العلمي، أمنك الرياضي، أمنك المهني في الحدود دي. أنت هيبقى في عندك شغل خاص ب شخصيات عامة، شغل خاص بشخصيات شهيرة، شخص وطبعا كل ده في كل المجالات بقى. يعني انت ما تجيب من الادب تجيب، كنا امبارح بنتكلم عن اول فيلم سينما تسجيلية الرائد محمد بيومي، كنا بنتكلم عن 1896 اول فيلم تسجيلي كان في اسكندرية، وبعدين يعقبه فيلم تاني 1912 في القاهرة، وبعدين 1915 في الحسين برضه في القاهرة. وبعدين عملية التوثيق دي محتاجة ان يكون احنا بقالنا 126-127 سنة شغالين في فكرة التسجيل، الحاجة التسجيلية، الافلام، الاخوان لومير لما كانوا هنا، والدنيا الحقيقة الواسعة والرحبة في عالم الثقافة وعالم الفكر وعالم الاقتصاد وعالم السياسة وعالم الصحافة وعالم الرياضة. حضرتك هذه القناة هي دفاعا عن أمنك القومي الثقافي، أمنك القومي الرياضي، أمنك القومي السينمائي، أمن كل ده هيتحط في التوثيق. هم اللي يعني شغلنا احنا بقى، بدل ما حد ياخده ويتلاعب فيه ويحطه حسب أهوائه، لا، شغلنا احنا ومصر وحياة مصر ودور مصر وثقافة مصر وحضارة مصر هتكون في الوثائقية. كل التقدير والاحترام لزملائنا في هذا الإطار، وإن شاء الله بالتوفيق.